السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم ايها الاحبة في قناة المهندس الاستشاري مطلق الدعيج في مقطع جديد ايها الاحبة، وهو عبارة عن اعمال الكهرباء. ايها الاحبة، اعمال الكهرباء لازم يكون هناك ايها الاحبة مواصفات لارتفاع البلاكات وارتفاع الستلايت ولاعمال الشتر، السويتشات، المفاتيح الكهرباء للشتر، الارتفاع المناسب، وما هي المواصفات الخاصة للارتفاعات لجميع أعمال السويتش والبلاكات. نأتي أيها الأحبة الآن مع الفني أو الصنايعي عارف، ونستعين به على أو نأخذ منه الارتفاعات المناسبة لأعمال الكهرباء من بلاكات وسويتشات والمواصفات القياسية لذلك. انتظرونا بعد قليل. أيها الأحبة، ننتقل الآن مع الفني عارف. كيف حالك يا أستاذ عارف؟ تمام. أيها الأحبة، عارف، بالنسبة لأعمال الكهرباء لازم صاروخ في اعمال الطابوق الابيض او تكسير، شنو الافضل؟ افضل صاروخ، بس هذا صاروخ وكسر. صاروخ أفضل. التكسير ياخذ وقت، لا شو يعني، وازعاج. الصاروخ بسرعه ممكن، صح؟ هكذا ايها الاحبه، الطابوق ما يخرب يعني، والطابوق ايها الاحبه ما يصير في تبذير واستهلاك للطابوق. شوف شلون يا احبه، هذا الحين هذا بلاك ايها الاحبه، ايه هذا البلاكات، هذا السويتش، عفوا هذه السويتش مالت الاناره، كم يكون لازم ارتفاعها عن الارض، عن مسوى الارض كم لازم؟ 140 يعني 20 دو دفن. ايوه، كله ياخذ 160 هذا متر و60 20 دو دفن. ايوه، و 140 يعني. يطلع صافي 140 ايها الاحبه، مع الدستور 160، دستور دفان يصير ايها الاحبه متر 40 صافي. زين، والستلايت ايها الاحبه، هذه اشياء مفيده لكم ايها الاحبه، لازم تركزون عليها في قسائمكم وفي كل شيء. والان الستلايت 135 ياخذ ايها الاحبه، هنا يكون مثلا بلاكين حق التلفزيون والستلايت و واحد ستلايت اثنين كهرباء واثنين كهرباء. وين يكون ارتفاعه؟ كم لازم ارتفاع يكون؟ عارف، هذا يعني ياخذ 135. ايوه، 20 رو دفن، اذا انت حصل 115 110، اذا صافي ايها الاحبه 115 حق الستلايت وبلاكين اللي هو التلفزيون والريسيفر. زين، والسويتش مال الشتر بلاك؟ لا بلاك، هذا هذا بلاك. كم ارتفاع البلاك العام؟ نفس هذا 135 و20 دفن يصير 115 110. تمام، ننتقل ايها الاحبه الان الى هذا الشتر. الشتر كم يكون؟ 140 يعني 140، نفس السويتشات ايها الاحبه 140. الان ننطلق الى البلاك، هذا البلاكات كم لازم؟ هذا نفس هذا 135، اي وحصل يعني 115 110. فهمتم؟ تمام، يعني يكون 115 صافي. هكذا ايها الاحبه باختصار شديد، وننطلق الى عمليه البايبات كيف هي بعد عمل قص الصاروخ، الطابق الابيض بصاروخ. نعطيكم المقطع على السريع، ثواني وننطلق. كما ترون ايها الاحبه، بعد عمل قص الطابق الابيض بالصاروخ هكذا ايها الاحبه، شوف شلون جمال ونظافه العمل بعد الصاروخ. شوفوا التشطيبات ايها الاحبه، جميل جدا. شوف يعني الصاروخ مرتب، ما يسوي لك استهلاك او خراب او دمار في الطابوق. شوف شلون يا احبه، هذا مال الستلايت واثنين بلاك حق ريسيفر الستلايت، وكما ترون هنا يا الاحبه هذا قد تم شرحه قبل قليل. شوفوا القص الصاروخ ايش حلو نظيف في الطابوق الابيض. هكذا ايها الاحبه، وايضا شوفوا شلون ما شاء الله هذا مال الشتر كله ايها الاحبه. يعني انا انسان دقيق، انا عندي خبره 27 سنه في اعمال التشطيب والبناء وكل شيء، ف حط لك فرصة انك تشوف المشهد اكثر من مرة، وان تشترك في قناتي وتفعل الجرس وتعمل لايك لانتشار المقطع بشكل رهيب حتى يكون عندنا مشتركين كثر. لذلك يا احبة انتبه لتلك اعمال دقيقة، ربما يعني لا يعجبك الوضع لكن هذه هي الحقيقة. هنا القص بالصاروخ يا احبة سريع وليس مكلف، سريع ويوفر لك
خراب او يوفر لك الاستهلاك في الطابوق، فيكون القص بصاروخ انظف وانعم. هكذا تشوفون ايها الاحبه، حتى الطابوق الاسود بالصاروخ متعب جدا، لكن هذا الشغل اصلا. نقطه اخيره ومهمه ايها الاحبه، جميع الاعمال الان للكهرباء معلقه. معاي انتم ايها الاحبه؟ معلقه. يعني في الناس الحين النظام القديم اول كان البلاك مثلا، البلاك ينزل السويتش لتحت مدفون في الارض. وهذا ايها الاحبه فيما بعد لما تسوي اعمال السيراميك، لما يكون البايب هذا بدل ما يروح فوق يروح تحت، راح يكون بعد ذاك اما يكون مكسور وقد شبع من التراب والرمل، فحينما تسحب الوايرات مرحله تمديد الوايرات يكون فيما بعد ذلك صعب، وتضطر بعد ذلك اما ان تكسر في الارضيات او تكسر في الديكور مره ثانيه. لذلك اعمل حط في بالك نقطه مهمه، ان تجعل جميع البايبات الكهرباء وكل شيء كهرباء والشتر كله معلق في الديكور كسيفتي افضل واحسن. حاليا يعني 90% من القسايم يعملون البايبات معلقة فوق الديكور وليست مدفونة تحت الأرض تحت رحمة السيراميك والرمل والتراب، ثم بعد ذلك يكون صعب على الكهربجي أنه يسحب الوايرات. انظروا هكذا كل معلق، لا يوجد كهرباء بايبات كهرباء بالأسفل. هل ترون بايبات كهرباء بالأسفل؟ هذا هو الأفضل أيها الأحبة. مرة ثانية لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل لايك ليصلك كل جديد، وحتى ينتشر المقطع على أكبر نطاق في الخليج والوطن العربي. وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.